جديده من سوره وسوره. السوره هيشرحها لكم الشيخ خالد الجندي، السوره الثانيه بقى كنت شفتوها قبل كده وعمل لها مجلس الوزراء اجتماع مصغر وقرروا يغيروا الصوره اللي احنا كنا رحنا صورناها. فهل يا ترى الصوره اتغيرت ولا الصوره هي هي؟ يلا بينا على جزيره الوراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم يا شيخ خالد، النهارده ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وندافع شويه النهارده ان شاء الله في سوره آل عمران. اه جميله سوره آل عمران. اخترت منها ايه معينه انت؟ انا اخترت منها ايه لما بشوفها بتعلم وبتعظ وببكي وبتامل وبتدبر وبفهم وبأسس عقيدتي من أول وجديد. كل يوم بقرأ هذه الآية بعرف معنى جديد. كل يوم بتقراها بتعرف يوم معنى جديد. مش غريب عليك. هو يعني هتشوف الآية اللي حضرتك اللي اخترتها ليك النهاردة واللي اخترتها للسادة المشاهدين وهي آية من أعظم آيات القرآن الكريم، وهي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. حضرتك الشيخ خالد عدت يعني اشياء كثيره جدا جدا حول الايه، ايه ممكن الواحد يقراها يعني يخرف يعرف منها معلومه وتمشي كده عادي. انما انت عديت ليها او كثيره جدا. لا دي فيها ابواب تدبر يا استاذ محمود غير طبيعيه. يعني بص شوف الايه لما يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، احنا بنلاحظ هنا واحد يقول لك ايه، انتوا بتقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى ما ناداش للنبي باسم مجرد، ما قالوش يا محمد. ما قالوش فعلا خالص. فما هو بيقول وما محمد، نقول له ده مش نداء. ده صحيح النداء يقول له يا محمد ما حصلش في القران كله. انما يقول يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يوسف اعرض عن هذا، يا عيسى اني متوفي. انما يجي سيدنا الرسول يقول له يا ايها النبي، طالما في منادى. انما لما تيجي الجمله خبريه يذكر اسمه في احوال كثيره زي هنا موضع الايه، انما ما يسيبوش كده، يروح قايل بعديها رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار. فهنا يقول وما محمد الا رسول، يحصر النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة ورسول. وما محمد إلا رسول، الله رسول يعني إيه؟ يبقى في ثلاث حاجات بتثبت في دماغك أول ما يقول كلمة رسول. أول حاجة إن في مرسل، أدي واحد، اتنين مرسل، رسالة، ثلاثة رسالة. فالآية ديت بكلمة رسول لو قلت محمد رسول الله أثبت إنه مرسل من قبل الله، وإن هناك مرسل وهو الله، وأن هناك رسالة وهو ذلك الدين القيم، محمد رسول الله. ولو يا سلام تختم الكلمة دي شوف كل التحليل ده التلات أنا هناك مرسل وهناك مرسل ورسالة. رسالة. أنا عاوزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا بقى، إن في اللغة العربية في مضاف ومضاف إليه، محمد رسول الله. فهذا المرسل منزلته من منزلة من أرسله، مكانته من مكانة من بعثه ومن أرسله.
زي ما احنا بنعمل السفرة الوقت السفرة والملك يبعث لملك مرسال او مندوب يحمل رسالة بتاع اهانته اهانة من ارساله صحيح، واكرام وتوقير وتوقير لمن ارسله، فما بالك اذا كان المرسل هو الله محمد الرسول الله والذي يحمل رسالة رسول كريم. فليجي ربنا يجي الآية تقول لك إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلت يعني تقدمت سبقته يعني سبقت من قبله الرسل. خد بالك الـ 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 الآية دي نزلت في غزوة أحد الآية دي نزلت في غزوة أحد وكان لها يعني كانت طلعت إشاعة وقتها أن سيدنا محمد قتل في هو غزوة. ده سبب نزول الآية الله يفتح عليه. كان الحقيقة الـ 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 في غزوة أحد حصل موقف تعزم والمسلمين تفتتوا وبعض الرماة سابوا مواقعهم وقدر خالد بن الوليد وكان أيامها لسه في معسكر الشرك يلتف حول المسلمين وأوقع بهم خسائر وصلت إلى 70 قتيل وكان من على رأسهم مين؟ سيدنا الكريم المكرم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة رضي الله عنه. مصعب بن عمير سيدنا مصعب بن عمير خد الفتى المدلل الذي كان في مكة ثم أصبح من ملايوش بيه ملايوش حاجة كفنوه بيها شيخ أيوة نعم كان حطوا عليه التوب كده يغطي رأسه تظهر رجليه يغطي رجليه تظهر رأسه يظهر رأسه وكانوا بيدفنوا الثلاثة الشهداء مع بعض بالضبط كده في ثوب واحد سنت. فشوف المعنى ده وما فلما لما لما تكالب الناس على المشركين على المسلمين المسلمين حصل لهم تفتتوا كل واحد جه في جهة بعض الصحابة أو بعض المسلمين طلعوا فوق شعاب الجبال والبعض تفرق على النبي ذات اليمين وذات الشمال. النبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلع على أحد النبي وقف في 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 ربوة كده وتلة مرتفعة أمام أحد ووقف وقال أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب وظل يدافع ويدافع هو من معه من الصحابة إلى أن وقع النبي في حفرة حفرت له كمين ودخل رجل يسمى ابن القمئة. ابن القمئة هذا أخذ يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يقتله بأية طريقة فقتل واحد من الأنصار يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشي قال ومشي أخذ محمد يقول قتلت محمدا. أنا عاوز أقول ده عمل فزع فزع واضطراب وغم وهم وكرب ما في فتنة نزلت على الصحابة زي هذه الفتنة لدرجة أن واحد من المهاجرين مر على واحد من الأنصار وجداه يتخبط في دمه فقال له في ايه؟ قال له فيم انت ماشي ليه؟ قال له قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ان كان النبي قد قتل فقد بلغ عن ربه خلاص مهمته اداها ما قصرش معانا. شوف الصحابه وقد ايه يقلهم وبعضهم قال فلنموت على ما مات عليه بالظبط والتاني واحد قال والله لئن مات محمد لئن مات رسول الله لأموتن على ما مات عليه عار عليكم ان مش دي الغزوه اللي وقف فيها سعد بن ابي وقاص وبيرمي بالسهم بتاعه وقال له ارمي سعد فداك ابي وامي اي والله افتح عليك تمام. شوف كان موقع عجيب جدا الناس تعرفش حاجه كتير عن سعد بن ابي وقاص لانه دي غزوه شهيره هو وقف يدافع عن النبي في رغم ان في فر اسماء كثيره جدا طبعا وقف سعد بن ابي وقاص يرمي بالسهم وكان رمي سهم ممتاز اعظم يعني. اللحظات دي فالمهم انا شفت حضرتك فلما حصل انه اشيع ان النبي قد قتل وبعض المسلمين هربوا فربنا بيقول لهم هربتوا ليه اضطربتم ليه افرضوا انه قتل بص بقى ده المعنى فان مات او قتل انقلبتوا على عقبكم تجروا تنقلبوا على عقبكم وبعدين انتوا اللي ضررتوا نفسيكم وما محمد الا رسول قد خلت زيه زي الانبياء اللي قبله قد خلت فان مات او قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا علي الصارخ قال والله لن ننقلب بعد على عقبنا بعد اذ هدانا الله. الايه دي استخدمها ابو بكر لتصحيح ايمان الامه. الايه دي بالذات دي الايه دي اتفرقت في الامه 180 درجة في اليوم الحاسم يوم رحيل الرسول يوم رحيل المصطفى يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى ربه. حصل إيه من سيدنا عمر؟ عمر قال والله اللي حيقول إن النبي مات حقطع رقبته وقف لكن سيدنا أبو بكر قال له على رسلك يا المتكلم ومصر الناس قال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر بيقول والله لكأني لم أسمع هذه الآية من قبل فعرقت رجلاي فلم تقوى على حملي فأسقط في يدي فوقع على ركبتي فكانت هذه الآية هي العنوان الذي قاله الصديق أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت صلاة وسلاما عليك يا حبيبي. طب ممكن أسأل سؤال في الآية يا شيخ خالد يا ريت ليه فإن مات أو قتل يعني الله يعلم
الله يعلم. سؤالك حلو. ليه فإن مات أو قتل؟ يعني هناك شكلين للموت. للدلالة على أن المؤمن إذا مات وقد أسلم لله الأمانة وفعل ما عليه ما يخافش من الموت، لأن الموت كله طعمه هين ويسير لن تشعر معه بشيء، سواء الواحد اتقطع أو اتحرق أو لا. أنا بسأل سؤال يا شيخ خالد، ربنا ليه ربنا قال إن مات أو تقتل؟ ما قالش فإن مات. يقول أن الموت غير مؤلم لأي إنسان مهما كانت وسيلة الموت، ولذلك أو جعلت للتخيير أفإن مات أو قتل. يبقى ما اوعى تفتكر أن القتيل بيتألم، لو كان شهيد بيتألم أكتر من اللي مات على السرير. أو اللي مات على السرير بيبقى الموت بتاعه ألذ من اللي مات في حرب. لا، كل الموت طعم واحد طالما في سبيل الله. الموت هنا موت هنا واحد. علشان كده ربنا قال كل نفس ذائقة الموت. بطعم. يبقى كل بطعم. واحد بيدوق الطعم اللي هو طهاه في الدنيا. فمن طهى عمله بملح الإيمان وتوابل الصبر والعرفان ونار الشوق إلى الرحمن كان يوم القيامة مع الناجين. الله يفتح عليك يا شيخ خالد، الله يزيدك علما. الله يغفر لك ويصحك. طب قول لنا السؤال بقى بسرعة، ما هي الغزوة التي نزلت بسببها هذه؟ لا انت مسهل على الناس جامد يا شيخ خالد، خلي الناس تتعلم معانا ونتعلم معاهم. مسهل جامد ان شاء الله. طيب هننطلق إلى الناس نسألهم السؤال، ما هي الغزوة التي نزلت بسببها هذه الآية؟ بسببها هذه الآية. شكرا شيخ خالد. شكرا الله.